اهلا يا دكتور. الله تفضل يا دكتور. إننا في دائرة القدس بحركة حماس نرفض بشدة هذه الخطة التي أعلنتها سلطات الاحتلال الصهيونية زاعمة أنها خطة تطويرية في البلدة القديمة من القدس بجوار المسجد الأقصى المبارك من جهة الغرب، والتي تهدف لإقامة بنية تحتية كبيرة وتوسعة في منطقة البراق وأسفلها، من ضمنها بناء مصاعد وممرات تحت الأرض ومشروع قطار هوائي يربط محطة القطارات في القدس بحائط البراق للوصول إلى من حي الشرف إلى حائط البراق، بهدف زيادة عدد الزوار لحائط البراق الذي يطلق عليه اليهود الصهاينة زورا وبهتانا حائط المبكى ليتسع لنحو 130 ألف شخص. وإن تنفيذ هذا المشروع الصهيوني التهويدي سيغير من هوية المعالم الإسلامية التاريخية لهذه المنطقة لصالح صبغها بطابع يهودي والسيطرة التامة على الساحة الجنوبية للبلدة القديمة من القدس، إضافة إلى تدمير وطمس المعالم والآثار الإسلامية فيها، حيث يتطلب تنفيذ هذا المخطط إجراء حفريات كبيرة وإزالة رمال وحجارة من تحت الأرض. وإننا في دائرة القدس بحركة حماس إذ نحذر من خطورة هذا المشروع الصهيوني التهويدي، فإننا نؤكد على ما يلي: 1- نحمل الحكومة الصهيونية نتائج هذه الانتهاكات والاعتداءات بحق قدسنا وأقصانا ومعالمنا الإسلامية والمسيحية. 2- نطالب منظمة اليونسكو بصفتها راعية للآثار في العالم ومنظمة الأمم المتحدة أن تتدخل لوقف هذا الخطر الصهيوني الداهم وإجبار العدو الصهيوني على تنفيذ القرارات الأممية الدولية بحق هذه الأرض المباركة المقدسة. 3- ندعو أهلنا المقدسيين الذين هم في خط الدفاع الأول عن هذه المقدسات إلى الاستمرار في الصمود ومواجهة هذه المخططات الصهيونية. 4- وأخيرا نطالب فصائلنا الفلسطينية بدعم استمرار انتفاضة القدس لمواجهة ومقاومة هذا العدو الغاشم ومخططاته الرامية لتهويد مدينة القدس وطمس معالمها والاستيلاء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية وتغيير الهوية والثقافة والطابع العربي والإسلامي للمدينة المقدسة. بسم الله أرحم الراحمين، باسم الإخوة المسيحيين في غزة أتكلم إليكم، حيث يطيب لنا ويعز علينا أن نجتمع في هذا اليوم ونعتبره يوم القدس، ويجب أن نعتبر كل يوم من أيام حياتنا هو يوم للقدس، لنؤكد عروبتها وتجذر أهلها في أحضانها، وهي الرمز لكل الثوابت، ثوابت شعبنا الفلسطيني المتجذر في أرضه ووطنه. فالقدس بشعبها وأرضها وعقيدتها ومقدساتها المسيحية والإسلامية، القدس تجمع كل الثوابت الفلسطينية. قوي ومنيع لحماية القدس بكل عناصرها، الشعب والإنسان القدس والحفاظ عليها وتنميتها والدفاع عنها، العقيدة من الله أن يحفظ القدس. نعم. Thank you.